قطاع الصيد البحري كما كتعرفوا احنا درنا في الاول. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم كما قلنا نهار الافتتاح غنشوفوا بعض المراكب اللي غيخرجوا تما باب تشبيتو باش يشعلوا ديك الديواني كما قلنا ان شاء الله. وبالنسبه للجمعيات ديال ارباب المراكب ولا الصيد التقليدي ولا الصيد الساحلي حنا كاملين فهمتيني كنمثلوا قطاع الصيد البحري. القضيه ديال التونه اللي هضرنا عليها راه حنايا راهي موجوده خصنا غير كيفاش غتكون المسائل ديالها. كيبقى لنا المشكل ديال المعرض فين غنعملوا الماتيريال ديالنا وانتم اللي غتحددوا هذا الشيء. ما كاين المعرض قلنا في الباكور كان تيكون ديك المصوريه تما غادي يكون المعرض فيه مجموعه ديال غتكون ديال المعروضات من بين المعروضات وخاصة المعروضات اللي هي تكون طاغية على هذا هو ديال الصيد البحري. القضية ديال السردين احنا كنا حتى احنا غير نعملوها في المرسى الشباري راه قال لك بان يعطينا الفضاء ديالو راه الامر فهمتي. دابا انا هضرت معاه راه قال لك صافي راه يعمل الشوية تما داك المكان مزيان هذاك. من نهار الجمعة نهار الخميس مع الباقي 11 واحد. شوف مع السي 10 عاوتاني. بالنسبه للفضاء انا كنت مشيت انا والسي مراد حتى للبلاصه وعزلنا المنطقه اللي غادي نعملوا فيها المعدات ديالنا. المعدات اللي غادي يكون فيها القارب ديال الصيد التقليدي الشيبات المعدات الجميع ديالها وكنا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار 17 في الليل باش صباح 18 كنت تفتح لنا غادي يكون كلشي موجود.